في هذه المتلازمة تتأثر الكثير من الأنظمة المختلفة، فالعمود الفقري به مشكلة تسمى السنسنة المشقوقة، وهناك أيضاً مشكلة في المثانة، إذ أنها تكون مفتوحة وتحتاج لسدها، وتكون البطن مفتوحة أيضاً وتحتاج لإغلاقها. وأوضح كان دوري في هذا العمل برمته في الواقع هو مساعدة الجراحين وأطباء الجراحة العامة والمسالك البولية في إغلاق المثانة والبطن بحيث تظلان مغلقتين، وحوض المريض الآن وهو إلى الأسفل هنا مفتوح مثل كتاب، وهناك خلل في الأنسجة في الجزء الأمامي والمثانة أيضا مفتوحة مثل كتاب كهذا، ويوجد فراغ كبير في البطن بدون عضلات أو جدار بطن. إذا حاولت إغلاق كل هذا دون أن تفعل أي شيء للعظام بدون إغلاق الكتاب، فسيكون هناك تضييق شديد أكثر من اللازم، وسيكون هناك ضغط أكبر كذلك، لذا فإن أي إصلاح يقومون به سيفشل. في الوقت الذي كان الدكتور جيسون يقوم فيه بترقيع الحوض، كنا نجري مسحا ضوئيا لمحمد، ثم طبعنا نموذج ثلاثي الأبعاد لحوضه. كنا نريد أن نعرف كيف يتشكل ذلك معا، وهذا الأمر لم يكن يتعلق فقط بجراح العظام، كان ينبغي علينا سد فراغات العظام، وهذا أمر عظيم، لكن عندما تضغط الأشياء معا ينبغي علينا أن نتأكد مما نضعه بين ذلك، وما الذي ينبغي أن نزيحه من الطريق، ما الموجود قبل أن ينتقل ذلك لأعلى. وبالتالي فعندما نقوم ببناء هذا النموذج معا وحتى مسبقا خلال مرحلة الإعداد، أي عند الجلوس والتخطيط لهذا، سوف نقوم بإغلاق الحوض. هذا يتيح لنا فرصة التخطيط في وقت مبكر، وذلك لتحديد ما يترتب على ذلك من عواقب وما يتعين علينا القيام به. هناك الكثير من الخطوات التي ينبغي علينا القيام بها، الحمد لله أنه على قيد الحياة، لم نكن نعتقد أنه سيحيا.